جزاكم الله خيرا. شخص توفي ولم يوجد أحد يلقنه الشهادة، فما الحكم؟ هو على الإسلام إن شاء الله لأنه مسلم، ولكن لو لقن قول لا إله إلا الله عند الاحتضار كان هذا أفضل، تكون آخر كلامه، فيدخل في قوله صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم يعني المحتضرين لا إله إلا الله. فإذا حصل هذا فهو أفضل، وإن لم يحصل فإن الأصل ولله الحمد أنه مسلم. نعم.